أم إياد من الرياض، ويا هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أم إياد. من يسمع؟ أهلا أغرب وسهلا. عين تغرب أنت بوراي إن شاء الله. طيب اقرأي من قوله سبحانه: والذي قال لوالديه أف لكما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. أتعدانني أن أخرج. أتعدانني أن أخرج وقد أن خلت أخرى أن أخرج أن أخرج أيوة. أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أحسنت، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية أم إياد، شكرا جزيلا لك، شكرا لك يا أم إياد من الرياض.